مرحبا بكم اخواني واخواتي المتابعين في قناتكم كويتي ليدر، قناة الرحلات والمغامرات. نحييكم من جديد في قناتنا لهذا اليوم الجديد المميز لنا ولكم ان شاء الله. نحن الان في رأس الشمال، امس عاصفة في المنطقة وامطار، والأرصاد تنبئ على أجواء جميلة وشمس قادمة والحمد لله. وصلنا ريحنا هني الحمد لله، أقرارنا كل شيء in one piece، كل شيء تمام، ريحنا. وكالعادة أكون تعبان، أحاول أسوي شيء بس من التعب أستلقي وأنام واكمل اليوم كذي الوضع. الحين بقوم بالبريكفاست، قاعد في هذا الفندق. هلو ايفريون، قاعد في هذا الفندق. طبعا يغرب حوالي 20 كيلو من راس الشمال، 25 كيلو هناك. طبعا نهاية الارض خلاص، يعني اتوقع ما في سكن، قلت خلنا اقعد هني. واصلا زين اني وصلت هني والله يا جماعة، يعني امس مريت باجواء اخر 25 كيلو لما طفوا انا اصلا سكرت الكاميرات وسكرت التليفونات وسكرت، لانه مطر شديد وعاصفة، وخفت الاغراض هذا الماي راح يتلف كل شيء، يعني يتلف كل الاجهزة وتروح عليكم كل الاشياء. قمت شلتهم بعدين حركت من النفق، الله وكيلكم وصلت هني. يعني ما ادري ايش اقول لكم، ما ادري ايش اقول لكم والله. عاصفه وامطار واشتدت، مع كل ما يتاخر الوقت قاعد تصير قويه جدا. لما وصلت الجبل هذا، صعدنا احنا فوق جبل، الحين صعدت الجبل شوي شوي هدت هني. يا الله لا تسالني شلون وصلت والله، يعني شيء. روح تريق والعيد من الله خير. قاعد رايك يا شباب، بس لفت نظري هذا، شوفوا 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 الطيور هناك ما شاء الله. عدد مهول، شكل مميز. ضايقنا، نطلع برا ما شاء الله. قامت تبين السماء برد، انا جاي طالع نص شم، بس تذكرت هذول جاكيتاتهم كان اخترع. يا الله ما شاء الله على الجمال. شوف لا تقول لي مباني، لا تقول لي عمارات، لا تقول لي ناطحات سحاب. شوف الجمال هجي، شوف شوف، ما حد مخرب هالجمال للخرسانة. الخرسانة شوف عمارة الوحيدة هذه، خرسانة هذه وهذه. لا وفي أجمل بعد على الطريق، أجمل أجمل، بس صاحبكم متصروع. عرفت كنت متصروع، كنت خايف كثير مبارح. أتشيك على جراندايزر، يا حي الله كيف حالك؟ تمام ها. شوف آثار العاصفة أمس، طشرت لحيته، سوت له ميش مدته. أهم شيء والله المطرة، بس يعني شوف البق كذي كان نقاط وما أدري شنو، شيء مزعج. شوف شوف راحة، شوف شوف على الجام، شوف شوف
كان هني متروس اصلا ما تشوف طالع طالع. هل استفدنا منه؟ احب اشكركم جميعا يا اخوان، احب اشكر كل واحد دز لي رساله وتطمن علي. الله يعطيكم العافيه، ما قصرتوا، كل من سال ما قصرتوا، والحمد لله احنا مستمرين في انجاز المشروع ووصلنا للهدف كله بدعمكم ومؤازرتكم وتشجيعكم لنا. الله يعطيكم العافيه، رسائلكم كلها واصله وكلها جميله، ما قصرتوا والحمد لله. احنا الحين في نهاية الشمال يا شباب، بس انا سويت قعدت هني ليلتين، قلت بنقعد ليلتين لان الجو ما راح يساعدني على التصوير فوق، وبكرة شمس، فهمت علي؟ هذه الغيوم والدنيا هاي كلها راح تخف بكرة. شوف في غيمة واطية تحت، في غيمة صافية فوق تضرب الشمس، شايف؟ ما شاء الله. بس هذه الغيمة الواطية خلاص قاعد تروح الآن، في مطر ممكن خفيف العصر وبعدها تمام، سرجة وشمس نروح رأس الشمال ناخذ صورة عند مكان تحقيق الهدف ونكون أنجزنا الهدف يا شباب، كله بفضلكم. جزاكم الله خير ودعمكم وتشجيعكم، الحمد لله وصلنا إلى رأس الشمال بعد هذا المشوار الكبير، مشوار كان حافل بالعلوم والمعرفة، واطلعنا على العديد من الثقافات والأفكار. الله يعطيكم العافية، اليوم أنا في حالة ريلاكس، بس الجو هنا بارد برد برد، بس يعني ما يوازي لحد الآن البرد اللي عبرنا فيه سابقا. عاش جراندايزر. إلى أين أنت ذاهب؟ تعال. خير يا طيب، ناديني، بغيت شيء؟ كم شيء بغيت شيء؟ أنا في النرويج ولم تضع لي العلم النرويجي يا أخي، كل المتابعين يكتبون لك ويذكرونك وأنت لا. والله إني آسف، حقك علي قسما بالله، آسف آسف. الحين 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 نحط لك العلم النرويجي يا حجي، لأنك وصلت إلى النرويج فتستحق شهادة العلم النرويجي. Very nice man. Good work. شوف هني الأجواء بالشتاء، ياكلون سمك مجفف، يصيدونه وايد، أشوفه حتى بالطريق أنت تشوفه. شوف الأجواء بالثلج في الموقع هذا اللي إحنا فيه، هذا وضعه بالثلج. شوف وضعه الحين، شوف يعني بس هذه الفترة اللي ممكن تدش، لكن غير هذه الفترة صعبة. تعالوا شباب، خلنا نطلع لنا في جولة في هذا المكان، نوريكم المنطقة الشمالية. احنا نشوف ونوريكم، يعني احنا هم ما ندري، نستكشف ونستطلع المنطقة together. ولا تبون كذي نخلص الهدف؟ ترى النورث كاب جبنا نهاية العالم، بس هذه نبروح لها الفجر ناخذ
التقاطات مع الدراجة فيها، بعدين نرجع، لأن الحين إذا رحت ما راح يدخلونك. خلها الفجر الكل نايم، نزرق داخل ونروح. هذا المكان وأنا جاي، يعني شو أقول لكم، زحمة زحمة زحمة. شكو زحمة يا فارس، شكو زحمة بالموضوع، أقول لك مطر قرقة قرقة قرقة. الحمد لله اللي الله نجانا من العاصفة الهوجاء اللي دخلناها، شيء مخيف يا جماعة، شيء مو سهل. هذه جولة استكشافية في المنطقة، خلنا نستكشف ونطالع. حطيت بعض المواقع نطالعها. هناك في فندق وكروز أرورا شفته بالليل، مو بالليل وأنا جاي، هو الليل يعني ما في ليل، بس يعني بالنسبة للأجواء ليلية. فكان هناك فندق وسفينة كروز ضخمة اسمها أرورا، ما أشوفها الحين، أمس كانت راسية هني. هذول السفن الكروز العملاقة عرفتهم، واقفة هني كانت على المرسى هذاك. طبعا مع الغيوم والأمطار وهذا، يعني أنا بس لمحتها ولمحت اسمها أرورا، وقاعد أدور لي مكان أنخش فيه، قاعد طالع المكان كذي وين اهرب، وين كل اماكن كذي صايره يعني معزوله ومالت شخص، قاعد ادور فندق ادور ما لقيت. هني كانت صابطه راسي السفينه، سفينه عملاقه مشت الظاهر اليوم، سد الجبال كلها عرفت. هذا الظاهر مرسى الكروز هني. لا لا مو هني يا ابو فارس، هناك شي كنت، لا 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 مو هذا، هذا مرسى يخوت وكذي، هذاك هذاك المرسى هناك صافطه، شي دخلها لين، لا هناك ما. بس اليوم الحمد لله الجو جميل بوجودكم، ذاك اليوم انتم مو موجودين فالجو انعفس علينا، لكن الان انتم موجودين فالجو اصبح لطيف جميل. لنهاية المنطقة، هذا بعد هني يقول لك غير مسموح للدراجات، مرسى عموما. وانا داش عقب النفق، يعني ترى 20 كيلو يا اخي، بس 20 كيلو، بس انا قاعد امشي 10-20 بهوى عنيف. طبعا اخر 20 كيلو، هذه اخر ساعة، طبعا ساعة كنت بعواصف، فيت العاصفة اللي بعد النفق كنت هلكان، قلت لولا ألعن وألعن يا والله. كم مرة قلت بس طاح السيكل، طحت طاح طحت كذي كم مرة، بهد السيكل وانحاش، بس الهواء كان قاعد يكفخني كذي، والستاند على اليسار، يعني السيكل بيطيح وما اقدر اكمل، وش الفايدة انا قاعد ما في خدمات ما في شيء ما في احد يمر يا رجل، من راح ييني، حتى لو طحت ما لها معنى، لازم ما اشد حيلي. فتمين استمر، وبعدها شوف قدامي جسرين، عبرت جسرين، انا يوم شفت الجسور بكيت بعد، معناته الهواء متلقيني صح. ودش الجسر الاول قصير، يا الله بالموت عديته،
ودش الله يسلمك الجسر الثاني. شفت لعبة الجندول؟ دشيت الجسر كذي جندول. الله ستر. ولا بعد الجسر لقيت نفسي هني، الجسر اصب ورا التلة هذه، لقيت نفسي هني وقمت ادور وين اقعد، رحت قعدت فوق لقيت باركنج، احط جراندايزر عن المطر ودشيت داخل. طبعا المكان كله حق هواة التصوير قاعد يجون، كذلك رحالين قاعد يجون كثير هذه المنطقة، كرفانات يون يكشتون بين المناظر هذه والجبار. نورث كاب 30 كيلو، شفتوا؟ بس احنا ما نبي نروح له، ما نبي نروح له الا تبون انتم مستعيلين، انتم مستعيلين تبون تنهون الهدف. خلوه في مطار، صدق في الموقع حتى مطار فيه. يقول لك هني مطار، وين وين اسم مدرج هني؟ شوف هني شغل ادفنتشر. حجي وينك يبا؟ امس ما دليتنا مكان نقعد، خبرتك ضعيفة ترى. ما شاء الله، شوف شوف هذا بحر له اسم، نفسه اللي امس مرينا عليه هو البحر هذا نفسه. اليوم زين نطرنا الغيوم والدنيا والهواء يخف وكل شيء يخف، بعدين طلعنا ناخذ جولتنا في شمال الكرة الأرضية. أنتم يا شباب الآن في شمال العالم، أبعد نقطة بالعالم جهة الشمال، هذا هو شكل وتضاريس شمال العالم. طبعا المحيط أو القطب الشمالي هو بحر، دائرة بحر، بس نهاية الدول المطلة على المحيط، من الدول المطلة على المحيط؟ النرويج وروسيا وكندا، طبعا في جزر اللي هي غرينلاند وغيرها من الجزر، لكن الطرف الشمالي من هذه الدول كلها تطل على المحيط، على القطب الشمالي كلهم، لأن القطب الشمالي بحر، وهذا البحر يتجمد وتشوف كتل ثلج ويعني صقعة هني، يعني هني لو تيجي بالشتاء هذا كله أبيض ما تشوف شيء كذي. فهذه الدول المطلة على المحيط كلها تعتبر خلاص على القطب الشمالي، المطلة على القطب الشمالي. طبعا روسيا فيها مساحة كبيرة مطلة على القطب الشمالي، وفيها دول اصلا نفس هذه ما تغيب عنها الشمس وبالشتاء ما تشرق عليها الشمس، وشي نفس الطريقه. لكن من جهه روسيا انا خط سير عودتي الجهه الاوروبيه مثل رقم 8، انا الحين برجع، فما عندي عوده الى الجهه الروسيه، فانا فضلت اني اصعد القمه الاوروبيه اللي هي هذه، بالاضافه الى وقتي محدود. مثلا في روسيا كان عندي شهر، لكن في اوروبا اعطوني سنه، ففي فرق. الشغلة الثانية الله يسلمكم الفلوس، في روسيا ما اقدر اسلك حالي، هني على الاقل يمشي حالي. فوصلت لهذه النقطة كأقرب نقطة الى القطب الشمالي، وهي اصلا في خطتنا من زمان. هلو متنزلون بالشارع؟ شايف البحر شو كبير، فيه سمك كثير.
انظر إلى طائر النورس أنه موجود هنا أيضا. صعدة بعدها نزلة، الله يعينكم على الصعدة. أنا صاعد دراجة موتو جراندايزر قاعد يصعدني مرتاح. من حظنا يا شباب أن اليوم الجو كذا، من حظنا يا شباب. نروح هني، أنا حط موقعين، موقع هني وموقع آخر، هذا بطل عليه والآخر قهوتنا فيه. بعدين نروح نريح وننطر الفجر ونروح نحقق هدفنا يا شباب. ما شاء الله، ايه الجمال ده يا ابني، ايه الجمال اللي ببصله ده. وش كثر طبعا ليش متجمعين، لان هذه الباخرة صيد ممكن فيها طعام فياكلون بواقي الأسماك. ما شاء الله، شو هالبيت اللي تحت، اللي طبعا ما يسوي صيانة، البيت اللي ما يسوي صيانة يدمر، يعني كثير بيوت مهملة مدمرة، أغلبها تلاحظ أسقفها تتجدد أو جديدة. المكان هذا مثل مينا منارة، أنا حطيت على هذا المكان كنقطة قبل المحيط الشمالي هذا اللي فيها بعض القوارب والبيوت والمنارة الحمراء اللي فوق. خلنا نرجع نشوفها من قريب ونذهب إلى اتجاهنا. يا ابو فارس شو فيك تلف شوي شوي، والله تعودت صدق، اغراضي مو معاي وحاتي اطيها، دراجة خفيفة لا، بس تعودت عرفت يعني معاي حمولة. نروح الموقع الثاني، جراندايزر تقليد واقف مين ظاهر سكن و صيد اسماك. زين لازم عندكم مقهى يجمع الجميع و... يعني الناس تي تبي مكان مميز تقعد فيه. هو طبعا اكيد في اشياء بس صاحبكم قليل الخبرة، في طبعا احد القوارب تطلع ويطبخ لك في البحر وترجع، في بعض الفعاليات البسيطة، بس لان هني الموسم قليل فتلقى الارزاق ضعيفة الحين، بس يعني هذه الفترة اللي ممكن تلاقي حضور، يعني بالشتاء اكيد هني ما في ولا قطب.
حطيت زوم على الموقع الآخر، أنا أتوقع هذيك حضرات. كثرة الطيور هنا لها دلالة. هذاك شلال شايفينه، شلال زعنونه نازل ورايح. نازل رايح في البحر. صعدنا فوق، وهذول الدراجين والله قاعد يصعدون. أصبحنا في قمم جبال رأس الشمال. شباب هذا طريقنا ان شاء الله الى رأس الشمال فجرا وانتهاء الرحلة وتحقيق الهدف بإذن الله تعالى، لكن ما راح نبدأ اليوم، خلنا اليوم ناخذ لنا رايد وجولة في نهاية العالم، وغدا نختم الهدف عند رأس الشمال. هناك رأس العالم كاه، ظله يبين كاه، هذا أبعد نقطة في قارة أوروبا على المحيط على القطب الشمالي، ولكن نحن اليوم نبي نتجول وجايينك، احنا جايينك، انتظر علينا شوي، احنا قاصدينك من زمان. اصبر.
وايد في نهاية العالم جميل برفقتكم يا شباب. لوحدك تجوب آخر العالم بالشمال في أجواء لطيفة ونادرة من السنة. كل بين الجبال طبعا احنا الحين بارتفاع عالي، اي منخفض في الجبال تلقى بركة مياه، اكيد هذه ناتجة عن ذوبان الثلوج، فتتراكم البرك هذه وتصير بينها انهار كل واحدة تحذف على الثانية. طبعا ما يتباخر الجو بارد يعني بالليل هنا ممكن تجمد بعد. خلال فترة بسيطة بعد شهر ممكن ترجع تتجمع المياه بزيادة وثلوج والوضع يرجع صعب. هذه الأسلاك موجودة على الطريق، هذا معناته إن شاء الله في مكان أو مدينة أو شيء، إن شاء الله نلقى شيء مميز. شوف شوف الرنة، شفتهم قاعدين فوق بطة. شوف يا ولد يا ولد، شوف شوف آخر العالم بالشمال شنو فيه. هذا وضع كذي، ما شاء الله. هناك في مثل جزيرة، شوف جبال كبيرة فيها، شوفها بعدين جزر صغيرة إلى هنا. أماكن مميزة والله. وهذا هو المحيط المتجمد الشمالي، طبعا هو بحر لا اسم بس يعني مسمينا لهم هم، بس هذا كله بحر القطب الشمالي، بس الناس تحب المسميات عرفت. شوف هذا الإنسان، في ناس قاعدة ساكنين الجزيرة، بس مو جزيرة، هذا اتصال متصل بالأرض. نمشي لهناك، تعالوا لندخل هنا لنرى هل لديهم مطعم يبيع سلمون. ناكل لنا فيش اند شيبس. ناكل أكل طيور النورس. يعني هو اللوكيشنين اللي أنا مريت عليهم وهو الشغلات اللي مميزة اللي شفتها بالخرائط، بس هذا شوي أوسع من هذاك. ألا يوجد عندكم مطعم مقهى؟ أين تأكلون يا هذا؟ بيرد اند سفاري. هذا اعتقد اللي طلعك طلع بحرية. بس احنا ما بنطلع طلعة بحرية، نريد نجلس هنا. انا شنو اساد على السيارة اللي وراي،
بيني وبينكم أنا ما كنت بصفط، بس الحين قررت أصفط لأن شفت كراسي على البحر، فخليني أجلس عندهم. سني حصم حول الله، خروح هناك أسهل شيء. ولا أقول لك خلاص خلني خلني عشان رجع شوية قبل أن أطلع. قاعد تشفط بالحصم ساعتين والمكان فاضي، يا تقعد دق هرن والشارع فاضي، اوقف خلاص يا اخي ما في احد. هذا المكان اشباح، وهو وين العالم يا جماعة؟ في احد راشم المدينة هذه كيماوي شيء؟ حقوله يعني ولا كان حي؟ صيد. انا قريت هنا شوف كوفي اند سوفونير شوب، قلت عنده شيخ انا قاعد. بس خلاص انا اروح هذاك الاخير، شوف اللي راحت للسيارة هذاك، يعني واحد ساكن يعني او يمكن مطعم. والله هو هالمكان وصلت له، ولكني اعتقد انه يفضل ان لا اكل شيء هنا، لانني قد اكل شيء بائتا وامرض، و هذا ليس وقته أن أمرض هنا. وأنا حاطه ثلاثة، وأنا أقول إيش فيه مراد يمشي. الموجودين أغلبهم حداقة، فيفضل نأخذ لقطة في هالمكان ونبحث عن موقع آخر. هيا let's go and take فرة. ما مداني أصور المطاردة، مطاردة هني ثرمة شيء كذي، طيرين طاروا هني على الطير فقير، طقه هني شي يطيح قدام الجراج، يلا الثاني شالوا طار فيه. حسافة ما مداني اصيد بالكاميرا. شوفوا الجزيرة مو هذي اللي بعدها، شوفوا الرنة كلهم يرهان في ذاك المكان، هذولك بط الجزيرة هذيك، وهذول الرنة. إذا شو وداكم هناك؟ وقفنا ناخذ لقطة انستغرامية للباش مهندس. تعالوا خلنا نرجع ونروح مكان ثاني نتجول به. بروح المنطقة الثانية نورث كاب. هي عموما شباب هني المنطقة ما فيها شيء، احنا عارفين يعني، بس تي تحي الميد عند نورث كاب وتمشي بس. لكن انا قاعد انتظر الفجر وقاعد اخذ جولة في المنطقة.
شوف المنظر هذا قد لا نراه في حياتنا. الله شوف المكان، شوف الجمال. ورجعنا من جولتنا يا شباب بعد ما افترينا في المنطقة. المنطقة طبعا خدمات فيها قليل جدا، البيوت اغلبها اشوفها فاضية، ما في مكان يعني مثلا تقعد. اغلب الموجودين من الرحالة، ناس مشات وناس على دراجات هوائية وناس على بايكات وناس على كرفانات. لفينا شفنا المنطقة بالكامل ورجعنا، يعني رجعنا مكاننا، فندقنا، كل شيء فيه، في مطعم، في مقهى، وتقعد وتريح وكل شيء تمام. بس كان بودي تكون قاعدة خارجية بين هذه المناطق، لكن هم باردة، يعني حتى لو بتقعد درجة حرارة 7-8 يعني هم القعدة باردة، فكل واحد يقعد في مكانه أفضل من الخارج. فهذا الوضع اللي أنا شفته هنا، تشاهد مناظر، نعم ناس عندهم ما شاء الله عزيمة، قاعد أشوف كبار سن على دراجات هوائية، وناس يعني قاعد توصل هني بعزيمة وجهد، صراحة شيء مميز. راح نتقهوى هني، نريح، نضبط أمورنا حق باكر يا شباب، باكر نحقق هدفنا وياكم بوصولنا إلى رأس الشمال نورث كاب. إن شاء الله نأخذ التقاطات جميلة هناك ونوصل آخر نقطة في الأرض، ونكون كذي حققنا هدف الرحلة كله من فضل ربي ودعمكم الكريم ومؤازرتكم، ونكون حققنا المطلوب والحمد لله. خلصنا على الأقل، راح نخلص على الأقل مشروع رقم 1.